يقول: عندما كنت صغيرا لم أصم لبعض الأيام في رمضان وكانت صلاتي متقطعة، فما الحكم؟ عليه أنه يتوب إلى الله ويحافظ على الصلاة والصيام، وما ترك فيه الصلاة فهو على غير الإسلام، من ترك الصلاة متعمدا فهو غير مسلم، ولو صام ما يصح صيامه لأنه غير مسلم. فإذا تاب وحافظ على الصلاة صحت عباداته وصيامه، فعليه بالتوبة والمحافظة على الصلاة والصيام في المستقبل. نعم.